طب ما هي دي مشكلتي، انا ما خلفتش ولد، انا ما خلفتش غير واحد، انا ما مش عارف، انا ما اتجوزتش، انا ما اتعينتش، انا ما ايه حيلك، انت بتتخانق مع مين؟ بتتخانق مع اللي ظلمك؟ ماشي حقك، تعال نشوفه مين هو، ابوك ولا عمك ولا خالك ولا خالتك، ونقول له يا عم في ربنا وفي دنيا وفي اخره وفي حساب وفي جنه وفي نار. لكن بعضنا وصل المشكله لربنا، حاسب ده دي ممكن توصلك للكفر، ممكن توصلك للنار وبئس المصير. ليه؟ عشان بتقل ادبك عليه، تنكر نعمه، ادالك المليارات المليارات من النعم وانت جاي تحاسبه على مش عارف ايه. بس هو ربنا اوجد فينا الاحتياج برضه يا دكتور ابراهيم، يعني جميل. فبيبقى عندنا الوجع ده، ما هو برضه اللي اوجده ربنا. جميل. ان انت حاسس بفقد معين، رائع جدا، اوجد الاحتياج عشان اسف واستغفر الله، عشان اقل ادبي على ربنا ولا عشان الجا له اكتر؟ الطبيعي اللي بين الولد الصغير وامه لما اي حاجه بتفزعه يروح مرمي في حضن امه، ده صحيح؟ ولله المثل الاعلى، هو الارحم وهو الاحن وهو المنان جل جلاله على عباده اجمعين. فالطبيعي انك ترجع له شاكرا او ترجع له صابرا او ترجع له داعيا او ترجع له راغبا فيما عنده تبارك وتعالى، لا محاسبا. ربنا يقول إن الله اشترى. ينفع أشتري من الأستاذة سارة الخاتم ولا ساعة اللي في إيدها يعني أخده كده عنوة؟ ما ينفعش أخده عنوة، صح؟ لكن اتفضل. الله يسعدك، ربنا يزيدك. لكن شراء، أنا هشتري يبقى ده ملكك، صح؟ طب أنا مملكش حاجة، ده اللي عندي هو اللي اداهولي، ومع ذلك يتكرم علي ويتفضل علي فيما أعطاه لي، ويقول إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم. يا ربي ده هو مش مالنا أساسا. لذلك أهل العلم والمعرفة يقول لك المال مال الله، المال مال. كان ابن عباس يقول أنفس هو خالقها، واحدة. اثنين، وأموال هو رازقها، ثم يثيب عليها الجنة لما نقدم بعضها كزكاة أو كصدقة أو بنعاون يتيم فقير مسكين، بنبني مستشفى، بنبني مصنع، بنبني بنعمل بنطور بلدنا، بنبني بلدنا، يقوم يقبل منا هذا ويدينا الجنة. قول بخن بخن، ايه ايه ابن ادم، ايه الخير اللي فيه ابن ادم ده؟ يعني حضرتك تقصد من البدايه فكره التملك دي مفروض نغيرها ونفهم ان هي مش حقيقيه. ده انا مستخلف إني جاعل في الأرض خليفة. أنت مستخلف. يعني الآية العجيبة اللي حضرتك قلتيها في المقدمة، عسى ربكم أن يهلك عدوكم، طيب دي واحدة، ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. هتعملوا إيه لما يديكم العرش ولا يديكم البيت ولا يديكم الغيط ولا يديكم الصحة ولا كلها يديكم اختبارات؟ طبعا. طب في نقطة حضرتك قلتها يا دكتور إبراهيم، فكرة إن إحنا في النهاية أكيد لا نملك شيء. نعم، دي خلاص، دي ملكا حقيقيا كاملا. بالضبط. وبدليل إنه بتاخد منك، صح؟ أو بتتاخد أنت منه. بس حضرتك أكدت على فكرة إن إحنا نطلب بأدب. نعم. ولا أصلا فكرة الطلب ده في حد ذاته مش من حقنا؟ لا، ده هو اللي قال اطلب. بس قال لما تطلب سيبني انا اللي عالجك. انا بروح للدكتور سنان بقول له انا عايز احشي، يقول لي لا هتحشي ايه، خلاص شكرا، انا لازم اتقلع. لو خالفتي ده كلام المتخصص باخد على دماغي وبصرف قد كده، وبق انا هو اللي بيضيع. ده مخلوق، فما بالك برب العالمين. هو بيقول لك واسألوا الله من فضله مفتوحة، قول له عايز ابقى يعني سلطان العالمين، عايز ابقى عندي مليارات المليارات، عايز ابقى صحتي دي يعني حديد. طب ليه الانسان بيطلب ويعوز وهو مش مالك حاجه؟ تاني كده؟ يعني حضرتك قلت احنا لا نملك شيء. نعم. وكله بتاع ربنا. طب ليه بقى اصلا عندنا يعني ايه الملكه ان احنا نطلب ونعوز ونحس ان احنا ناقصنا عوض؟ ده شيء طبيعي، لان انت ضعيف الى الله. الهي اني ضعيف في قوتي، ضعيف في قوتي، فكيف بي في ضعفي؟ إلهي إني جهول في علمي، فكيف بي في جهلي؟ وهكذا، إلهي إني عاجز في قدرتي، فكيف بي في عجزي؟ لا، المواضيع أنا بقدر ما عندي من النقائص، بقدر حاجتي إلى من عنده الكمالات لا تنتهي تبارك وتعالى. فعلمني أدعو، لكن قال لي سيبني أنا أختار لك إيه اللي ينفع. انت عايز فلانة بنت فلانة دي تتجوزها، لو خدتها هتنشفك.
فسيبني انا اختار لك. ولذلك النبي علمنا في دعاء الاستخاره: اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلان خيرا لي في ديني ودنياي وعاقبه امري او قال وعاجلي فاقدره لي ويسره لي وما تسيبهوش كده وبارك لي فيه. طب ولو كان العكس: فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم ردني به انك على كل شيء قدير. فانت بتدعي في منتهى التسليم. انت عايز في مرة واحد صاحبي هو دلوقتي ما شاء الله دكتوراه في بريطانيا بيقول لي حد صاحبي بيقول لي: يا مولانا أنا بغش في الدعاء. قال له: إزاي يعني؟ قال له: قول يا رب أنا عايز أتجوز فلانة دي وخليها كويسة. طب وده مقبول بقى إن إحنا نعمل ده؟ نعم من باب الدعاء. ولا إحنا كده نشترط على ربنا حاجة بعينها؟ من باب الدعاء اتفضل قول براحتك. بس خلي بالك لما تعمل الاستخارة حاجة ولما تمشي في دي من غير استخارة حاجة تانية. انت دعيت قد يقبل الله الدعاء وقد لا يقبله، بمعنى يحققه بذاته او يحقق لك غيره. يبقى ليه صور.